السلام، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعلموكم كيفاش تفرقوا بين الشاحن الاصلي والشاحن المقلد. ناخذوا اول حاجه كلاميتا، كما تشوفوا كلاميتا. نبداو بالشارجور، كما تشوفوا هذا شارجور مقلد. شوف كيفاش كلاميتا، هذا شارجور مقلد، شاحن مقلد، وهذا شاحن اصلي. شوفوا كيفاش، ماهوش حديد الومنيوم. هلا شوفوا الشاحن المقلد كيفاش. هلا شوفوا هواوي زاد عندنا، هذا سامسونج عندنا الهواوي زاد الومنيوم. فما شارجيرات بالخيط كيما هكا. شوفوا شارجير المقلد كيف يشد، خاطر هذوما عاملين محديد مقلدين. بالنسبة للأوريجينال الشاحن الأصلي ما يشدش، هذا باش تفرقوا عملية سهلة على الأخر. تاخذوا كلاميتا وتحطوا، اذا قالوا لكم شاحن اصلي تاخذوا الكلاميتا وتجربوا. كان ما لصقش يعني راهو اصلي، كان لصق كيما هكا يعني راهو مقلد. سهله العمليه، بخلاف زاد هذوما العلامات اللي السامسونج الاصلي يبداو على اليسار وهذوما يبداو على اليمين. باش تفرق الهاتف كيفاش تحط له الشارجير الاصلي والمقلد، عملية سهلة. عن الاوريجينال على اليسار والمقلد على اليمين، وكما قلنا فاست الكلاميتا. وكا، وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والى اللقاء.